البدايه نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا, المهم فيديو جديد بحال ديما. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لوفيرتور ديال ماكدونالد اللي كاين ما بين الداخله وهذا والحي محمدي. هنا كيف ما كتشوفوا راه كاين الملعب ديال الادرار, راه حتى هو الاول كتسبقوا في ماكدونالد كتطلعوا للادرار. صراحه هنا قريب, خصوصا الناس اللي ساكنين في الحي محمدي, الناس اللي كاينين في الداخله, المهم هاد لي ريجيون هادو راه هنا قريب لكم. المهم راه صورت لكم الطريق, غادي نبدا لكم ان شاء الله من المحطه, غادي نشارك معكم الاجواء هنا كيفاش دايره, وكذلك غادي نشارك معكم اللي المهم الناس اللي تلاقيت, وكذلك حتى بحال حياه فلوق, كذلك حتى حاجبه الهواري حتى تلاقيت معها. المهم بزاف ديال الناس تلاقينا هنايا, كاع الناس اللي عندهم قنوات في اليوتيوب راه تلاقينا هنايا, وكان لوفيرتور غزال ما شاء الله. المهم خليكم معاد بحال ديما, ما تنساوش لايك واشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد اللي كنحط لكم, وخليكم معايا. غزالة بيوتي, ما تنساوش تجيمو اللايك والبارطاج. ها لايكيو ليها, لايكيو ليها, لايك لايك لايك, الله يعطيك الخير. حنون هلو راه زوينه بلا 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 يوتيوب بلا بلا انستغرام, والله العظيم زين يا معاونات لي زوينين. الله يعطيك الخير الزين ديالي, بارك الله فيك, شكرا يا شرف نتعرف عليك مباشره. الله يحفظك. وطلقيت مع الحب مريومه ما شاء الله, حتى هي كتبان صغيره. عقلي الا كنت نقول لك تقولي لي اليوتيوب جاي كبر. لا لا فين كيشوز
زوينة مش عقلي ولا قلي ولا الله يحفظك لي الزوج ديالي بارك الله فيك. وتصرفت انا باش تعرفت عليك الله يعطيك الخير. والله تصرفت على كاع البنات اللي المهم كاع اللي عندهم قنوات تصرفت فيهم انا طلعنا كاملين زوين بارك الله فيك حبيبتي. جينا انا وفي الكوشة وجوج مع اختي حتى هي المهم اول مرة تشوفها في القناة ربي بك عندي القناة توي تيما قول لهم باي باي. المهم كيف ما شفتوا راه شاركت معكم الافتتاح كيفاش كان صراحه داك الشيء زوين وكبير المهم ماشي صغير بزاف. المهم بالنسبه للالعاب صرت العيرات اللي كيسولوني واش كاينين صراحه ما بانوش الالعاب ديال الدراري الصغار ما عرفتش واش على وجهه كورونا ولا شنو الا غيديروا من بعد. المهم تبارك الله هنا الدنيا عامره نقلب لكم تشوفوا كيف ما شفتوا هي الدخله اونفاس مع امراه مع ماكدور ديجا شاركت معكم زعما البلاصه فين جميلة لك رأس معاك.